بسم الله الرحمن الرحيم. مرتب الزوجة للزوج ولا للزوجة؟ هقول لكم بس بعد ما تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقعد نفكر في كلام ربنا سبحانه وتعالى وان هو قال لنا ان الزواج آية من آياته كما جاء في سورة الروم، يقول ربنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى أنت كزوج بتسكن إلى إيه؟ إلى زوجتك. يبقى الزوجة هنا هي الإيه؟ هي السكن. هي السكن يعني هي الإيه؟ هي المعبر عنها بالسكون، يعني إيه؟ عدم الحركة، عدم العمل، عدم السعي. طالما هي اللي هتسكن يسكن إليها، يبقى مفيش سعي، مفيش حركة، مفيش عمل، بالتالي مش هيبقى فيه إنفاق. يبقى إذن هي غير مطالبة لا بعمل، وبالتالي غير مطالبة بإنفاق على الزوج، وغير مطالبة بالإنفاق على البيت ولا على الأولاد. مهمة العمل والحركة والسعي هي مهمة للزوج ومهمة للرجل. قال ربنا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن الرجل هو المطالب بالإنفاق، وهو المطالب بالعمل، وهو المطالب بالسعي، وهو المطالب بالحركة والبحث عن لقمة العيش. من صفات الرجل أنه ينفق عشان يأخذ القوامة. من القوامة ليه؟ الله سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وإيه كمان؟ وبما أنفقوا من أموالهم. الآية دي في سورة إيه؟ في سورة النساء. لما تتأمل الآية دي بقى، وممكن يحصل خلاف ما بين الأزواج ومشكلات، فربنا سبحانه وتعالى يقول لك فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله إلى آخره. وفي آخر الآية يقول لك إن الله كان عليا كبيرا. يعني أنت كزوج لو جيت على زوجتك وظلمتها أو خدت منها فلوسها بدون وجه حق أو بدون طيب نفسي، خلي بالك إن في كبير فوق سبحانه وتعالى، إن الله كان عليا كبيرا. ولذلك في نفس الصورة في سورة النساء في أولها الله سبحانه وتعالى يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني أنت ما تاخدش حاجة من زوجتك إلا عن طيب نفس. طيب المرأة ما بتشتغلش، خلاص ما هتنفق على البيت. طب لو اشتغلت، هل هي ملزمة أن تعطي راتبها وتعبها ونتيجة عملها لزوجها وتصرفه على البيت غير مطالبة؟ حتى لو هي غنية، حتى لو هي معها مال، حتى لو هي ورثت عن أبيها وعن أمها أو عن أحد مال، ليس من حق الزوج شرعا أن يطالب زوجته بمال ولا بإنفاق. إن فعلت ذلك طواعية وعن طيب خاطر وإن هي حابة ده، خلاص أهلا وسهلا وتشكرها على ده. لو هي مثلا راجعة من وظيفتها، بس خلينا يعني نركز كده، لأن ممكن بعض الأزواج يزعلوا مني دلوقتي، بس إيه؟ أنا مع الحق، أو ديننا مع الحق، ودائما الإسلام مع المصلحة حيث كانت. لو زوجتك بتشتغل ورجع من البيت ما جابتش حاجة، ما تقعدش تلومها ولا تعتب عليها ولا تقول لها وانت ما بتجيبيش، هو انت ما بيبانش عليكي، هو انت ما فيش اي حاجة. لا، ده انت هي تيجي حتى لو ما عملتش، حمد لله على السلامة، جابت حاجة، جابت فاكهة، اشترت حاجة للبيت محتاجاها، كتر خيرك، ليه عملت كده، ليه تعبت نفسك، خلي شغلك ليكي انت، ده انا زودهم لك. الكلام الحلو ده، ما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وألطفهم بأهله. من كمال الإيمان إنك تكون لطيف مع زوجتك في كلامك وفي عباراتك وفي حواراتك وفي تعبيراتك. خلاص كده، يبقى الزوجة لو اشتغلت غير مطالبة شرعا. طب يجي واحد يقول لك، طيب بعض الناس يقول لك طب هي لو طلعت اشتغلت هتأثر على البيت، فممكن هي قياسا على مش عارف ايه زوجها ياخد منها التلتها. لا يوجد نص لا من القرآن ولا من السنة ينص على هذا، والشرح لا يأمر الزوجة أن تنفق على زوجها ولا على أولادها ولا على أولاده ولا على بيتها. هي شرعا غير مطالبة وغير ملزمة يا جماعة، لكن إن فعلت لها الأجر ولها الثواب. عشان ممكن يأتي بعض الأزواج يقول لها قولي لأهلك هو الميراث بتاعي فين؟ أنت مالك ومال ميراثها وميراث اللي عند أهلها؟ ده حاجتها، لك ذمة مالية خاصة ولها ذمة مالية خاصة. هو أنت وأخوك اللي من أب وأم ينفع تقول لأخوك هات فلوسك وحطها معايا وفلوسها حطها معاك ويلا جيب واحد؟ ما بيحصلش كده، لأن المنطق ما بيقولش كده. تمام.
طيب يبقى ما تقولهاش انا عاوز الميراث اللي عند اهلك، ولا تقول لها شغلك هو شغلي وتديني فلوسك والفلوس اللي انت بتشتغلي بيها تديها لي، برضه ما ينفعش. ولا تاخد ذهبها تبيعه وتقول لها بدولك وتاكلوا عليها، برضه ما ينفعش. وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على ده، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس. يبقى انا بدي وانا مبسوطه، لو هي دفعت او انفقت او قالت لك خد هات كذا او اعمل كذا عن طيب خاطر، خلاص وتشكرها وكتر خيرك ومتشكر. كل الكلمات دي يا جماعه احنا محتاجينها، ومحتاجين التفاهم ومحتاجين حسن الحوار بين الازواج. طيب القصه بتاعت السيده زينب زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود، هقولها لكم كده شيء بالشيء يذكر، لان هي كانت بتنفق على عبد الله بن مسعود وعلى البيت وعلى اولادها، وكانت بتتصدق، فحبت تسال النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء عند البخاري ومسلم في باب الزكاه على الزوج عند الامام البخاري. السيده زينب بتقول: كنت في المسجد فرايت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن، يعني من الذهب بتاعكم. فقلت لعبد الله وزوجها: اذهب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي من الصدقة؟ فقال لها: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراحت السيدة زينب عشان تسأله، فكان دخل البيت بتاعه وراحت، فبتقول: فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي. يعني عايزة تسأل نفس ليه السؤال، وإحنا واقفين على باب النبي عليه الصلاة والسلام باب البيت، فمر بلال: ما شأنكم؟ عايزين نسأل عن كذا، اسأل النبي عليه الصلاة والسلام أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتامي من الصدقة؟ فدخل سيدنا بلال على النبي عليه الصلاة والسلام فبيقول له السؤال، بيقول له: مين صاحب السؤال؟ قال له: زينب. قال له: أي الزيانب؟ ما هو زينب كتير، أسماء زينب كتير. فقال له: زوجة عبد الله ابن مسعود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هو السؤال، إجابة السؤال هو يجزئ عني إن أنا أنفق وده يعتبر من الزكاة أو من الصدقة؟ قال له: قل لها نعم ولها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. أجر الصدقة، هتاخد ثواب الصدقة، وإن هي كمان ثواب على ده كمان إن هي بتتصدق على أقاربها اللي هو زوجها وعلى أولادها. خلاص؟ يبقى الزوجة في النهاية غير ملزمة إن هي تنفق على زوجها، وليس من حق الزوج شرعا أن يطلب من زوجته أن تنفق على البيت أو أن يأخذ راتبها ولا تلت راتبها ولا جنيه من راتبها، ليس واجبا عليها. والزوج ليس من حقه أن يفعل هذا، ما يجوش يقول لها أستنى شريكي بعد الزواج، من اللي قال كده؟ هو أنت شاري قفص طماطم؟ ما يجيش يقول لها أنت وما تملكين ملك لي، برضو لا، دي زوجتك، والإسلام لم يأمرها أن تنفق عليك ولا أن تنفق على البيت ولا أن تعطي للبيت شيئا إلا عن طيب خاطر، وإن كانت ميسورة الحال ثرية غنية ورثت عن أبيها أو ورثت عن أمها، فإن ساهمت وساعدت فلها الثواب ولها الأجر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه على سؤال زينب زوجة عبد الله ابن مسعود. لو بتشوف الفيديو ده على الفيسبوك ما تنساش تعمل إعجاب للصفحة، ولو بتشوف فيديو على اليوتيوب ما تنساش وما تنسيش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناة ليصلك كل جديد. وعاوز أقول لكم كلكم إني في الله أحبكم، أشوفكم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.